السلام عليكم ورحمة الله. كديرين الإخوان؟ بخير. كنتمنى هذا النهار يكون يعني يوم مبارك، يوم ديال الشتاء، يدخل علينا بالصحة والعافية. بالنسبة للإخوان اللي بدأوا في المشروع، يعني كنتمنى لهم يعني طريق موفقة. بالنسبة هادشي صراحة يعني زاد شجعني وزاد عطاني الطاقة والرغبة يعني باش نزيد في هاد المجال ونزيد يعني ننصح الإخوان. يعني هادشي كيفرح كيبشر بالخير، بخصوص ملي الإخوان يعني توكلوا على الله، يعني داروا واحد المبادرة وجابوا سليها، وكاين اللي فتح المحال، ويعني هادشي صراحة يعني عجبني. سمحوا لي مؤخرا يعني ما كنتش كنتواصل بزاف، يعني الظروف العمل يعني الوقت ما كاينش. والمهم اختارين هذا اليوم ان شاء الله نتكلموا على بعض النقاط. اول حاجة الاخوان، بغيت يعني نعلم الاخوان اللي متبعني، بالنسبة يعني كنت تنقول لكم ديما الاخوان اللي عنده شي سؤال الله يرحم الوالدين يخليه لي في كومنتير. يعني ملي كنبغي ندير مثلا فيديو كيجيني الامر سهل، يعني كنمشي كنقرا الاسئله كندير عليها موضوع، يعني كنعرف علاش غادي نهضر. اما بعض المرات يعني كنبغي ندير شي فيديو ولكن ما كان يعني ما كنعرفش علاش غادي نهضر، ربما ان شي حوايج كيبانوا لي عاديين ولكن شي حوايج بالنسبه لكم نتوما يعني ما عارفينهمش. يعني بعض الاسئله انا صراحه كيجيوني كيجيني فحال دابا هاد السؤال مثلا، خلى لي واحد الاخ مسجلت بعض الاسئله ماشي كلشي، واش الكيلو كيتباع العزله؟ يعني هاد السؤال انا صراحه ما غاديش يعني مع راسي عمري غادي نقدر ندير عليه يعني واحد يعني نقدر نطرحه كسؤال كجواب، فهمتي؟ انا يعني بالنسبه لي هذا الامر عندي عادي، فهمتوا؟ يعني بالنسبه لهذا الاخ هذا او لهذا الاخت يعني ما عارفاش هذه المساله هذه، يعني جات شي حاجه فهمتي غريبه. المهم هذا السؤال هذا، واش العزله كتباع للكيلو؟ لا الاخوان، العزله ما كتباعش للكيلو، العزله كتباع للحبه. اما بالنسبه الى خديتي مثلا مشيتي خديتي بالا كتكون فيها البالا كتكون مقسومه الى قسمين، يعني فيها العزله وفيها الدوزيام كما تنقولوا. هذيك العزله الاولى هذوك بياسات اللي تيكونوا ملاح مزيان، يعني اللي كتبيعهم بواحد الثمن مزيان، هذيك كتسمى العزله الاولى. والدوزيام هي هذيك السلعه اللي تتكون شويه ما بين وبين. وكاين الطروازيام بعض المرات الا كانت سلعه ناقصه، إذا كانت سلعة ناقصة يعني خديتي سلعة ناقصة كتخرج لك فيها الدوزيام البروميير والدوزيام والتروازيام. خديتي سلعة نقية مليحة، أنا أعطيكم غير مثال دابا، مثلا مشينا خدينا مثلا السلعة ديال 35 درهم أو 40 درهم للكيلو، يعني هادي ديال 35 درهم للكيلو أو 40 درهم للكيلو، غتخرج لك فيها البروميير والدوزيام والتروازيام. ركزوا معايا الاخوان. اما لو مشينا خدينا مثلا دابا مثلا خدينا السروال ديال 35 درهم، نعطيو مثال بالسروال، كتخرج بروميير دوزيام تروازيام. اما لو خدينا السروال ديال 75 درهم للكيلو، يعني راه فرق كبير الاخوان، 75 درهم للكيلو، يعني تلقاو فيه مقسوم الى قسمين فقط، كاين بروميير كاين دوزيام، تروازيام ما كايناش. تروازيام كتخرج السلعه اللي شويه ناقصه في الثمن، باش تكونوا فاهمين. بالنسبه للعزله ما كتباعش الكيلو، العزله كتباع الحبه، يعني ما كتمشي تعزل، كتعزل الحبه، يعني كتمشي مثلا كتعزل الحبه. هذا الشيء راه انا الاخوان يعني راه ناقشتو ربما الاخوان يعني ما كيردوش له البال، ولكن ما فيه بس نعاود ندير واحد يعني واحد التكرار باش الاخوان يفهموا هذه المساله هذه.
بالنسبة ل كما قلنا عاوتاني كيمشي على حسب العدد، بالنسبة للسروال كيمشي على حساب العدد او الجاكيت، او مثلا الجاكيت الاخوان دابا نهضروا على هذا الموسم هذا، حيت كل مرة باش نهضروا على موسم ديال مثلا السروال والجاكيت الموسم ديالو ديال البرد. مثلا يعني كتاخد 20 بياسة، 20 بياسة دابا عزلة 100 درهم، يعني كاين اللي كيحسبها 100 درهم، وكاين اللي تيحسبها يعني ب120، كاين اللي تيحسب 130، كاين اللي تيحسب 150، يعني على حساب الكاليتي عاوتاني ديال السلعة الإخوان. راه كاين يعني سلعة نقية مزيانة 100 درهم، المهم كتراوح من 100 حتى 150 درهم. يعني هادي يعني الجاكيت دابا كتاخد شحال، 20 بياسة في البالة، يعني كتاخد 20 بياسة كتجيك إلا خديتي مثلا خديتي 20 بياسة كتجيك ب2000 درهم، يعني الثمن 100 درهم كتجيك 2000 درهم. بالنسبة للجاكيت، أما بالنسبة يعني ديال 3000 كتجيك يعني كتجيك 3000 درهم، 150 درهم كتجيك 3000 درهم. وكل واحد كيمشي على قدر الجهد ديالو. لهذا الإخوان يعني هاد الأمور هادي خصكم تفهموها شنقول لكم. المهم خصنا نحاولوا ما امكن نبسطوها باش حتى الاخوان يفهموا. وبالنسبه للاخوان الله يخليكم، اللي بغى يخلي ليا يعني خلي ليا دابا، اغلب الاخوان يعني كيطلبوا النمره ديالي، يعني كيدخل كيسمع الفيديو كيطلبوا النمره ديالي، كيقول لي باغي يعني نستعشر معاك، مرحبا والف مرحبا. ولكن شوف خلي مثلا خلي لي انا نخلي لكم الاخوان، انا نخلي لكم النمره ديالي مثلا، حيت ما كنبغيش نعطيها بزاف، حيت هذه النمره الشخصيه صراحه. عاد بغيت ندير يعني نمره يعني من الاول الطالب بزاف هكا، بغيت ندير نمره يعني خاصه بهاد الامور هذه. راكم عارفين الاخوان يعني نمره شخصيه، ولكن ما فيها بس يعني مؤقت ندير نمرتي الشخصيه هي اللي نتعامل بها، ومن بعد يعني ندير واحد النمره اللي تكون نمره ديال القناه، يعني باش نبقاو نجاوبو على الاخوان. يعني ما يمكنش كدير نمرتك الشخصيه، وكاين ماشي مشكل الاخوان كما قلنا. خليو الاخوان كومونتير باش يعني نتعاملو، خلي كومونتير يعني اي واحد جا السؤال اللي باغي يحطو، باش هادوك السؤالات غادي نبني عليهم واحد يعني واحد الاجوبه على شكل فيديو، باش كلشي كيستافد. انا ما كيعجبنيش الاخوان يعني كل واحد نهضر معاه في الخاص ونفيدو بوحدو، لا انا كنبغي كل شيء يستافد. يعني هاد المجال دايرينو باش يستافدو منه الجميع، ماشي باش يستافد منه واحد الفئة. المهم حيت كاين الناس اللي كتبادر وباغا تخدم، وكاين الناس اللي كتستفسر يعني ودايرها هادشي مستقبلا، ما فيها بس يعني بنادم كي ياخد فكرة. وهاديك الساعة ارزق بيد الله، المهم حنا كنديروا السبب. المهم شي اخوه راه بادروا بالعمليه وبداو، الله يسهل عليهم، كنتمنى لهم كل الخير. يعني بالنسبه ل هذا سؤال دزناه، السؤال الثاني المبلغ باش نقدر نبدا، المبلغ باش نقدر نبدا يعني تقدر تبدا باي مبلغ، على حسب يعني الجهد ديالك. ها هو باش نقول لكم الاخوان، يعني كل ما كان راس مال كبير يعني كل ما كان المدخول مزيان الاخوان. يعني تقدر تبدا غير ب500 درهم، فهمتي؟ يعني تمشي للجوطيه كما كيديروا بعض الاخوان اللي مساكن الله يحسن العون ما عندهمش، مثلا كيمشي للجوطيه كيدبر على البياسات مثلا ب20 درهم، 30 درهم، 40 درهم، يعني كيجي للدار اللي كاين واحد يعني اللي خاصها تصبان، اللي خاصها تحدد هكا، كيمشي يفرش معه تاني كيدي هاديك 20 درهم 30 درهم في البياسة. يعني بنادم كيدي باني كيما تنقولو. أما كاين الناس اللي باغا تبدا يعني بمشروع زوين، راه تبدا
راه تقدر تبدا ب 500 درهم، 1000 درهم، 2000 درهم، 3000 درهم، 10000 درهم، 20000 درهم، يعني انت والجهد ديالك، انت والقدرة الشرائية ديالك. يعني مثلا باغي دير البال، راه اقل ايمان الاخوان في البال اللي باغي دير، اقل ايمان خصك 10000 درهم باش تكون واضح. الا كان عندك المحل ولا باغي، ولا عندك فراشة وباغي دير يعني واحد، باغي دير واحد التقضية زوينة. اما كنتي باغي غير دي باني وما عندكش الله يحسن العون على قد الحال، راه تقدر تبدا ب 500 درهم، 1000 درهم، عاد تمشي تقدم بها بياسات عزله. دابا مثلا اخوان نعطيكم مثال، وعزله ديال السروال، عزله مثلا غتكون فيها يعني في 30 حبه، 30 يعني السروال باش تقدر تبدا مثلا 30 حبه كطيح ب 30000 ريال الاخو، 1500 درهم. يعني هادي 1500 درهم غير تقدر تجيب بيها واحد العزله ديال السروال. عزله ديال الجاكيط مثلا تقدر تطيح لك مثلا 2000 درهم، تقدر تجيب شي بياسه ديال السبرديله كدا. المهم خاصك 5000 درهم، 6000 درهم. المهم كنحاول يعني نبسط لكم الاخوان، وكل واحد وعايمشي على قد الجهد ديالو. يعني راه كيما قلت لكم، لا عندك غير 500 درهم باغي تبدا بيها، راه تمشي الجوطية تدبر على البياسات، جاكيطات مثلا 30 درهم، 40 درهم، 50 درهم، وغادي تعاود فيهم البيع. مثلا دير هاديك 20 درهم ديالك ولا 30 درهم، المهم بنادم ديباني الوقت. اما كيما قلنا، الا بغيتي تخدم راه كلما كان راس مال كبير كلما يعني تزاد. هذا سؤال دزناه. السؤال الثالث الاخوان سولوني الاخوان على الحراق، شكون هو الحراق؟ الحراق الاخوان هو واحد الانسان، يعني هو اللي كيتكلف لك بالبيع والشراء. يعني ملي كتمشي مثلا تهبط الناظور او كسياخ وتقدا، يعني كتمشي مثلا كتشوف السلعه ديالك، كتفاهم مع السيد على السلعه مثلا شحال ديال السلعه والثمن وهكا، وكتقاد مع الامور يعني وكتفاهمو، كتعطي واحد النسبه مثلا ديال العربون، 500 درهم ولا 1000 درهم عربون، باش كيعرفك يعني راك شاري بالمعقول. كيجي هذاك الحراق كيتفاهم معاه هو مثلا الا كنتي كتعرفو راك تفاهم معاه، انت ما كنتيش كتعرفو مبتدئ في المجال، يعني كتعيط كتقول له هذاك موس السلعه، بغيت هاد السلعه توصل ليا للمدينه يعني فين كتقطن، راه هو كيعيط لك على تيعرف الحراقه كاملا. يعني اي مدينه عندها حراق، يعني اي مدينه في المغرب الاخوان عند الناس حراقه ديالها. يعني هذاك الحراق كتعيط ليه كيجي لعندك مثلا، كيهضر مع السيد كيقول له مثلا راه عندي واحد السلعه مثلا عدي لي الكازا ولا سلا ولا رباط ولا قنيطره ولا هكا، يعني كيتفاهم معك، يعني هو كيتفاهم معك مثلا، راه باين الحساب الاخوان. بالنسبه للثمن ديال الحراق كيخدم معك الكيلو، يعني مثلا عجيب، وما كيخدموش الاخوان، يعني ما يخدمش معك على بالا ولا على جوج بالات، يعني يخدم معك على الكونتيتي، يعني مثلا 4 البالات، 5، 6، 10، فهمتي؟ يعني بالا وحده راه ما عارفش، ما كنظنش ما كيبغيوش يتعاملوا بها، الا لا لقيتي هو اصلا جاي لهذيك المدينه وعايجي معاه سلعه اخرى وبغى يتعامل معاك وصافي. اما باش تعرفوا اللي كاين، كما قلنا مثلا بالا فيها 60 كيلو عايجي بالك 60000 فرنك، 12000 ريال. يعني من الاحسن الاخوان الا كنتي مثلا، باش نتفاهموا الاخوان، اذا كنتي مثلا غادي تمشي الناظور مثلا، عاد تمشي شحال خاصك؟ خاصك ما بين ترونسبور يعني والماكله ديالك 500 درهم. نديرو عمليه حسابيه الاخوان، هاهي 500 درهم زائد 600 درهم ديال البالا، يعني شحال وليت؟ 1000 زائد 600 درهم، 1100 درهم. هادي 1100 درهم زايدة عليك، مشيتي تا لبلاصتها وتزادت عليك 1100 درهم. ديروا معايا الاخوان عمليه حسابيه. اما لو جيتي وخديتيها يعني من عند واحد الشخص اللي هو كيجيب البال، شحال غادي يزيد عليك؟ عايزيد عليك واحد 300 درهم ولا 400 درهم، فهمتي؟ ويزيد عليك حتى 500 درهم
ومزيانه الاخوان، واش فهمتوني؟ اذا عندك حتى 500 درهم وتاخذها من عنده يعني من الداخل، احسن ما تمشي ليها انت للشمال وتزاد عليك 1100 درهم، واش فهمتوني يا الاخوان؟ يعني كتلقى راسك انت اللي رابح، وهو بالنسبه له حتى هو رابح. علاش؟ هو عاوتاني يا الاخوان ما يجيبش بياسه ولا جوج ولا ثلاثه، راه كيجيب يعني العادي هذا، يقدر يجيب 20 بالة، يجيب 30 بالة، 40 بالة، يعني الا ادى معاك انت غير 500 درهم في البالة راه هو راه رابح. وبعض الاخوان تيقول لك عندي معاك 300 درهم ولا 200 درهم ديالي، فهمتي؟ ولكن لا، كنت يعني مع المدة هو تيقول، يعني هو تيقول يعني عندي معاك 200 درهم 300 درهم، ولكن العلم لله، واش كيدي هذاك العدد بالضبط ولا تيدي اكثر الله اعلم. كل واحد يعني حنا تنقولوا في المثال، مثلا دا معاك حتى 500 درهم في البالة راه مزيانه الاخوان، احسن ما تهبط. يعني انا اتصلوا معايا شي اخوان وقلت لهم هاد الهضره هادي، فهمتوني؟ قلت لهم هاد الهضره هادي يعني، وفحال اللي جاتهم شويه هضرتي ما بحال اللي ما استوعبوهاش، ولكن يعني من بعد عاد تقبل الفكره. انا كنقول لبنادم اللي غادي تهبط، مثلا تهبط للشمال، سير عتجيب الكونتيتي، عتجيب العدد، يعني ما تجيش بالا ولا جوج، يعني تقام عليك بكثر. من الاحسن تاخذها هنا تقام عليك رخص من اللي انك تمشي تجيبها راسك. بالنسبه للعزله عاوتاني يا الاخوان، تاخدها من هنا احسن ما تمشي تاخدها من الناظور مثلا، غتقام عليك الا كنت باغي تمشي دير دوره مثلا وتشوف يعني وتاخد فكره، ماشي ما فيها باس. اما الا كنت باغي مثلا تمشي تجيب سلعه باش طيح لك بثمن رخيص، راه هنا طيح لك رخص من تما، حيت ترونسبور هكا والماكله وتتقام شويه قاصحه وخاصك تخلص عليها، وما كيبغيوش يهزوها لك في الكار، يعني كتلقى بزاف الصعوبات، يعني بزاف المشاكل. اما بالنسبه لي يعني ان تاخدها من هنا، بالنسبه للاخوه اللي كيسولوا على الناس، الناس الاخوه راه فين ما مشيت كتلقى الناس اللي كيبيعوا ويشريوا في البال، يعني راه موجود. غير هو الاخوان يعني خصك تعرف مع من تتعامل، يعني متتعاملش مع اي واحد. كاين الاغلبيه الاخوان في الدومين هذا راه ما لا اله الا الله، ما كي عندهم عن فهمتي يعني عن ما كيرحموش بنادم، كيجيو فيك صافي خصهم يعني يبيعوا سلعتهم وصافي. بالنسبه لواحد المساله الاخوان، بالنسبه لواحد واحد الاخت كانت خدات يعني واحد السلعه ونسيت ما درتش ليها واحد الخط عريض، هي انها خدات واحد السلعه وهذيك السلعه خدات فيها يعني كما تنقولوا اللومبالاج ديالها، هذيك الكوليه خداتها في اللومبالاج ديالها فيها الكورده يعني او القنبه، يعني هذيك الكورده الاخوان، الا جا شي واحد مثلا وعطاك الكورده في البالا ابعد من هذيك البالا الاخوان، هذيك اغلبيه ديال الكورده كتكون ناقصه يعني في الكاليتي ديالها. يعني البالا الاخوان خاص يكون فيها مثلا يكون فيها السينتا، تكونش فيها الاخوان الكورده، فهمتي؟ تكون فيها السينتا ديال البلاستيك او ديال الحديد، كاين اللي تتكون فيها السينتا بلاستيك او الحديد. اما لعطاك مثلا الكورده هذيك كتكون ناقصه، الا كنتي انت باغي تاخدها وديباني بها مثلا في السوق، هذيك السلعه ديال السواق، يعني هذيك السلعه كياخذوها الناس يعني رخيصه، يعني كياخذوها للسواق. اما ديال الكورده راك تاخذها كما قلنا، ديال الكورده كتاخذها للسوق، اما ديال السينتا كتاخذها للمحل. ملي لكن انت باغي المليح بعد من الكورده، ملي جبت لك ديال الكورده قول له لا خويا هادي راه فات خدام بها وما صدقاتش ليا، يعني بغيت شي حاجه مزيانه، هو عيعرفك يعني كتفهم شويه راه يجبد لك المزيانه. يعني وقعت ليا مع شي اخوان، يعني كتمشي كتقول له يعني بغيت شي سلعه هكا، كيجبد لك مثلا شي حاجه فيها كورده، كتقول له لا دير الكورده عيانه ما خداماش،
عاد كيقولك اه صافي انا نوريك واحد السلاح احسن منك كدا هادي، فهمتي اني تيعرفك انت راك كتعرف، ماشي غير غادي وصافي. يعني هادي نقطة الاخوان خاصكم تركزوا عليها مزيان، يعني باش ما تطيحوش في هاد الموقف هذا. ويعني وكنتمنى الاخوان تكونوا كتستافدوا من هاد المعلومات هادي كما قلنا الاخوان يعني. وكنشكر بزاف الاخوه اللي كيشجعونا صراحه واللي كيدعوا معنا، الله يجازيهم بالخير، بالخصوص الاخوان ما تنساوناش يعني في الدعاء في الصلاه، الله يجازيكم بالخير. هادشي اللي حنا كنطلب ليه صراحه من الاخوان غير الدعاء في الصلاه باش الله سبحانه وتعالى يتقبل منا يعني هاد الامور هادي، ويسهل على الجميع الاخوان. يعني بغينا كل شيء يستافد وكل شيء يعني كل شيء ياخذ فكره على هذا الموضوع على هذا المجال هذا، راه فيه ما يدير الاخوان غير هو هذا المجال، يعني خاصك تعرف كيفاش تتعامل معه. المهم كما قلنا الاخوان الله يجازيكم بخير، خليوني ساعدوني تنتوما باش يعني نزيدوا في القناه هذه. خليوا لي يعني الاسئله ديالكم في كومونتير، انا نخلي لكم النمره ديالي يعني باش بزاف ديال الاخوان كيسولوا على النمره، نخلي لكم مؤقتا النمره ديالي الشخصيه، من بعد ندير واحد النمره يعني لا تكون يعني ديال القناه خاصه بالقناه. المهم مرحبا في اي وقت في اي استشاره، الله يسهل على الجميع. كنتمنى يعني نلقى حيت دابا بزاف ديال الاخوان يعني كيتواصلوا معايا مساكن يعني في الصحراء في اكادير، يعني كنبغي نتعامل معاهم ولكن المسافه بعيده، يعني مشكله باش تصيفط لهم السلعه. مازال بنادم يعني قريب لك رايق تعامل معاه، تعاملنا مع شي اخوان صراحه ومشات لهم السلعه والامور مزيان، هما هذوك تقداو يعني على خير وبخير الحمد لله، ما كنطلبوا الهليحه منا مع شي واحد. بالنسبه للاخوه اللي في اكادير وفي الصحراء الاخوان يعني صراحه ما كرهتش ليكم والله، وما كرهتش يعني شي اخوه اللي كانوا في الدومين يعني هما اصلا كيعوا البال يتواصلوا معايا ونلاقيهم بالناس يتعاملوا معاهم في المدينه ديالهم. كنتمنى يعني ان نلقى شي ناس يعني في كل مدينه نلقى واحد شخص يعني يقدر يتعامل مع الناس اللي هما جداد ويتعرفوا في هذه القناه هذه. المهم اخوان تبارك الله عليكم، ما تنساوش تدعمونا بلايك وتشجعونا الاخوان، وما تنساوناش بالدعاء ديالكم في الصلاة، والسلام عليكم ورحمة الله.